العدل الاجتماعي في دولة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. حاول لخص بعض الفقرات بشكل سريع. لقد كان العدل الاجتماعي وما زال هو أمنية الشعوب ومطلبها الذي ترى فيه ملاذها وضمانها وأمنها من الحاجة والعوز والظلم والحيف. إن الحرية بقدر ما هي ضرورية ولازمة إلا إنها قد تسمح للأقوياء باستبعاد الضعفاء والأغنياء باستغلال الفقراء. والعدل هو وحده الذي يمكنه أن يقف مانع دون استغلال الناس. هدف البحث تكمن أهمية البحث كون مفهوم العدل الاجتماعي من المفاهيم العالمية والإنسانية ولم يكن مفهوما دينيا بقدر ما هو مفهوم عقلي وحركة بشرية منذ تاريخها الأول إلى يومنا هذا. تبحث عن تجسيد هذه القيمة وتتبناها رغم اختلاف الديانات حول هذا المفهوم. فالعدل من المفاهيم الفلسفية والعالمية المشتركة بين الناس. فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقوم على الأصول الإسلامية وأولها الحرية والعدل من خلال منهج تطبيقي عملي يحقق إلى المسلمين دولة إسلامية مدنية يكون العدل وعدم الظلم أساسها وديدنها. على ذلك الكثير من الآيات ودليلنا على ذلك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة. وقد جسد الإمام علي عليه السلام هذه الدولة الإسلامية العادلة أثناء توليه أمور المسلمين، إذ جسد مضامين ومفاهيم الآيات القرآنية بشكل عملي من خلال تطبيق منهج الحكم العادل يخلو من الظلم ويستقيم فيه الحق والعدل بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء. إشكالية البحث: حاولنا في هذا البحث الإجابة عن تساؤل هام، هو كيف حدث إن حققت دول الغرب العدالة الاجتماعية دون أن يكون العدل من قيمها الحضارية الحاكمة، وأهملت المجتمعات الإسلامية العدل وهو روح الإسلام. وحاولنا الإجابة على هذه الإشكالية بأن المجتمع الإسلامي للأسف الشديد لم يحكمه الإسلام المحمدي الأصيل الذي طبق أيام نزول الرسالة المحمدية وخلافة الإمام علي عليه السلام، بل حكمها من يرضى بالسلطة والتسلط على رقاب الناس والظلم والقهر وغياب العدل والتسامح. لذلك أصبح الإنسان في هذه المجتمعات التي ظهر إسلامها في المظهر دون الجوهر خالية من القيم الإسلامية الأصيلة، كون تلك القيم لا يكفي أن ننظر إليها من خلال الجانب الظاهري، بل من جانب التطبيق العملي للمبادئ تلك القيم وسلوكياتها. لذلك نرى عند الغرب رغم ابتعادهم عن التنظير لتلك القيم التي تنسب إلى الإسلام، وإن لم نعد إلا المنبع الإسلامي الأصيل الذي جسده الإمام علي بن أبي طالب وآل بيته عليهم السلام، لم نصل إلى دولة العدل والحق وأولها الحرية في الفكر والعدل الاجتماعي التي تمثل الأساس الصحيح لبناء الدولة المدنية. يكون العدل والحق أهم مبادئها. منهجية البحث: قد اعتمدت هذه الدراسة على منهج وصفي تاريخي ومنهج تحليلي، كون الباحث سوف يحاول تقديم رؤية وصفية تاريخية تحليلية فلسفية لدور العدل الاجتماعي في فكر الإمام علي عليه السلام في بناء دولة إسلامية مدنية، مما يجعل هذا المنهج مناسبا لهذه الدراسة. حدود البحث: البحث جاء في ثلاث مباحث، أولها مفهوم العدل لغة واصطلاحا، والثاني تحدثنا فيه عن العدل الاجتماعي للإمام علي عليه السلام، وفي المبحث الثالث درسنا العدل الاجتماعي للإمام علي عليه السلام بين الناس. نحاول أن نقدم
بعض نتائج البحث من نتائج البحث يعد العدل هو أكبر مصدر للتشريع كونه هو المعيار المهيئ للفصل بين الناس من خلال القرآن الكريم الذي يعده كمقياس وميزان. كذلك من النتائج الأخرى تحديد مفردات ومفهوم العدل من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة الثابتة التي يمكن من خلالها نستخلص النقاط التالية اللي نذكر بعضها. ألف: لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحاسب أو يكافئ شخص على ذنب أو فضيلة أخرى، وعلى هذه القاعدة تشخص العقوبة والمكافأة. كذلك ليس للإنسان إلا ما سعى، إذن العمل هو الأساس في الرزق والكسب. نقطة أخرى: يطبق العدل على الجميع بالنسبة إلى الأحكام السماوية بغض النظر عن مكانة ومنصب ونسب الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يضم إطار العدل الاجتماعي كافة ما يصدر عن الفرد من أعمال، ويعرض الإسلام الوسائل التي تحقق العدل الاجتماعي في كل مجال. ففي مجال الاقتصاد يحرم الإسلام استغلال الآخر، ويحث على التكافؤ والتعاون بين أفراد المجتمع. وفي مجال السياسة يؤكد الإسلام على الشورى والتبادل الرؤى بين المسلمين على إدارة شؤون الناس والمساواة، عفوا دقيق، والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. وفي مجال القضاء درء حدود بالشبهات وتعاقبها بين الناس، والنهي عن التجسس والاستعباد الإنسان لأخيه الإنسان في أي صورة من الصور، وتطبيق القصاص من خلال العدل الاجتماعي والردع أي جريمة أو سرقة تحصل في المجتمع. شكري وتقديري إلى السيد رئيس الجلسة لإتاحة الفرصة. شكرا لك الأستاذ الدكتور جميل المعلم. إن كانت هناك مداخلة أو تساؤل مع جانب الأستاذ الدكتور، نعم تفضل الأستاذ الدكتور صباح الزبيدي. شكرا جزيلا للسيد الباحث. لو كان العنوان البحث العدالة الاجتماعية يكون أفضل، لأن يضم العدالة الاجتماعية كل القيم، التسامح والتعاون والتعادل، وهذا يعني يجعل لقيمة للبحث العلمي. شكرا جزيلا. نعم بلي، فضل الشيخ علي المالكي. أحسنت دكتور بكلامك بموضوع العدالة الاجتماعية أو القيم اللي تكلمت عنها من الجانب الظاهري والتطبيق العملي، ماذا تقصدون؟ لا العفو، من الجانب الظاهري احنا كمجتمعات إسلامية أخذنا الإسلام بالجانب الظاهري، لكن بعملية الجانب الجوهري والتطبيق نلاحظ عند الغرب الكثير من هذه القيم الموجودة اللي هي ما تظهر عندنا بشكل صحيح، واللي المفروض تكون موجودة في مجتمعنا الإسلامي كون الإسلام هو اللي يمثل القيمة الأخلاقية والاجتماعية والعدل. عبارة التطبيق العملي تناسب ما؟ نعم التطبيق العملي تناسب ما تتفضل. التطبيق العملي المفروض احنا نقوم به، لكن التطبيق العملي ما وجدنا بالنسبة إلى الأمة الإسلامية إلا في عهد الرسول وعهد الإمام علي عليه السلام. جزاكم الله خيرا. تفضل سماحة السيد. سيد سيدنا الاسم الكريم السيد مرتضى حيدر شرف الدين من لبنان. مرحبا بك يا سماحة السيد، تفضل. أولا أشكر جناب الدكتور الباحث على بحثه القيم وموضوعه الهام. عندي فقط تساؤل فيما يتعلق بمشكلة البحث. مشكلة البحث كانت منطلقة من مسلمة أن الدول الغربية قد تبنت منهج العدالة الاجتماعية بقيمها التي نتكلم عنها تكلمون عنها في البحث، في مقابل أن الدول الإسلامية لم تطبق ذلك. هل هذه المسلمة واقعا مسلمة أم أنها تحتاج، خاصة أن كلامنا ليس عن مفهوم العدالة الاجتماعية
المجرد، بل كما تفضلتم بناء على البنود التي ذكرتموها في البحث، هل هذه فعلا مطبقة في العالم الغربي؟ مسلم أن في العالم الإسلامي هناك مشكلة كبيرة، لكن هل مسلم أنها مطبقة في العالم الغربي؟ وشكرا.